أما آخر فقرة سلمى، هي فقرة كتير مهمة خاصة للأمهات اللي يمكن في معاناة كتير كبيرة بغذاء أطفالهم، إن كان بنوعية الغذاء إن كان بحاجتهم للفيتامينات اللي هي صارت كتير متعددة وصارت يمكن من روتين حياة بعض الأمهات، وأيضا من ناحية نقص الشهية اللي للأسف عم نشوفها بشكل كتير عند الأولاد. شو أسبابها وكيف بنقدر نعطي الطفل الغذاء المناسب لصحته؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل طبعا مع الدكتور رغداء أخصائية جبري. التغذية رغداء جبري. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، سعد صباحك. أهلا وسهلا صباح فيكي. النور يا أهلا. خلينا بالبداية، يعني دائما الشكاية اللي بنسمع عنها من كثير من الأمهات إنه هي ابني ما بحب الأكل تبع البيت، بحب الأكل الجاهز، بحب الأكلات الطيبة مثل ما بنسمع، أي أكلة بحط له إياها ما بيكون له نفس ياكل، بس الأكلات الثانية بياكل منها كثير. مش هي تمام. هلا الخطوة الأولى هي الأهل بحد ذاته، يعني هن الأهل بيكونوا غالبا ما الكل عندهم هي العادات، يعني عندنا الأكل الجاهز باستمرار مرتين ثلاثة بالأسبوع، فأكيد الطفل حيلاقي هذا الشيء أطيب أو منظره أحلى أو هيك، فحيتعود على هذا السيستم من الأكل. لهيك الأهل هن الأساس، إنه هن يبعدوا قد ما فيهم عن الأكل الجاهز لحتى الطفل يستوعب إنه أنا فعلا لازم أقلد أهلي، يعني هو الطفل دائما بيحب يقلد أهله، فهي الخطوة الأولى اللي لازم نحن نعملها، نعرفه شو هي المواد اللي عم ياكلها. يعني نحن وقت مندرب الطفل إنه عم ناكل لحمة، عم ناكل دجاج، عم ناكل سمك، هي بروتين، بروتين شو بيعمل؟ فالطفل بصير بيحب أكثر، بيدرك انه انا وقت عم باكل هي المواد انا شو عم بيصير بجسمي. هي مرحله كثير مهمه للطفل كمان. رغده، للاسف بنشوف يمكن بعض الاطفال عندهم قابليه وشهيه كثير بسيطه وقليله، هذا الشيء اللي بيزعج الام وبتلجا بعدين لفاتح الشهيه، بالمقابل في اطفال هن شهيتهم كثير كبيره، بتلاقيهم بياكلوا كل شيء ممكن تطبخه الام على عكس الاطفال الباقيين. كيف بنقدر نتعامل مع الطفل قليل الشهيه وليش؟ قليل الشهية ندور على الأسباب، أحيانا بيكون أسباب يعني مجرد دلال، لفت انتباه، ممكن يكون غيرة من أحد الأخوات لا يلفت انتباه الأم أو الأب، كتير أحيانا بيكون بيتناول كتير سكريات، بيتناول كتير من الأكلات تبع الأطفال، فهي حتسدله له شهيته. وغير أطفال ممكن بالعكس، يعني هو ياكلها كتير حسب استقلاب جسمه، طبيعة جسمه، كتلة جسمه، فبتلاقيه زادت شراهته أكثر لأنه هو ارتفع الأنسولين عنده بسرعة، فهو حيطلب الأكل كمان بسرعة. لهيك نحن ننتبه على أكل الطفل، يا ترى هو عم ياكل كمية كافية، عم ياكل أكل مغذي، يعني ما بيهمني بس ياكل. هون أنا نوعية بتركه الأكل، نوعية الأكل أنا هون بتركه، لو أكل شيء بسيط بس إنه أنا عم ياكل شيء مفيد بالنهاية خلاص عادي، طول ما هو ماله مريض، ما عنده نقص مناعة، ما سببت له يعني طفل هزيل بدون عضل، فعادي لو أكل كميات قليلة. بس نحن متعودين إنه لازم كتير نطعمي الطفل لحتى يسمن، أو وبس يسمن بنصير بنركض إنه لازم ينحف. كنا نحفه. طيب كمان يعني كتير من الحالات بنسمع إنه في أمهات بتعطي مكملات غذائية بعمر مبكر للطفل، تمام، بحجة إنه هو ما عم ياكل كل الأكل اللي فيه فيتامين معين لازم ياخده، فأنا بعوض له بالمكملات، هل هذا الشيء صح؟ حلو هذا السؤال. لا، الطفل هو يعني لسه صغير، لسه كل هرموناته مضبوطة، كل جسمه مضبوط، أعضاء جسمه سليمة، فهو وقت بياكل الأكل الصحي هو حيكون فيتاميناته، حيكمل المعادن، خلص ما في داعي إني أنا أكمل له مكملات طبيعية. بس أنا بدي أنتبه إنه فعلا أنا عم بعطيه الأكل المغذي، يعني بده يكون مثلا كربوهيدرات، بده يكون بشكل طبيعي، حبوب كاملة، سكريات طبيعية مثل الفواكه والخضار، أنا عم بعطيها 50% من حريراته، عم بعطيه 30% بروتين مشان بناء العضلات، عم بعطيه 20% الدسم لحتى كل هرموناته تكون مزبوطة. فهيك أنا ما في داعي أني أعطيه متممات غذائية أو فاتحات شهية. ممكن نحن كمجتمع شوي عنا تقصير بسبب الوضع الاقتصادي، مثلا ما فينا نطعميهم سلمون ليعطيهم الأوميغا، ممكن يعني نحاول قد ما فينا نمرق أو ناخد الجوز يعوضنا شوي بذور الشيا،
كمان ممكن تعوضنا شوي. فدائما وقت بيكون انا اكل الطفل صحي 100% ما في داعي للمتممات، ممكن نعطيه بس الاوميجا كل فتره وفتره نعطيه لانه نحن مقلين بشوي باكل السمك. رغده بعض الامهات كمان مثل ما عم نشوف انه بيلجأوا مثل ما قلنا لفاتح الشهيه، بيقولوا يمكن هي فتره معينه لحتى تكبر معدته للولد بعدين ممكن نحن نوقف هذا الفاتح، نوع من الفاتح الشهيه. شو مدى صحه هذا الشيء؟ بتشجع عليه رغده او لا؟ لا، نحن ندرب الطفل انه تكبر معدته تلقائيا يعني شوي شوي، طبعا مو بنظريه الاهل، بنظريه الطبيب المختص. شو الفرق بين نظريه الاهل والطبيب؟ الاهل دائما بيشوفوا ابنهم انه هو ما اكل صح، لازم ياكل وجبه قد الوجبه اللي هو بياكلها ليحسوا انه هذا الطفل شبع، او لازم يعطوه رغيف خبز كامل لحتى يحسوا شبع. نحن هذا الغلط اللي عندنا، نحن بنشبع الطفل بالخبز والرز، هو لازم يعني باقي المغذيات اللي ياخذها لتحسسه انه مو لتحسسه لحتى يكون جسمه سليم اصلا، مو الموضوع خبز بس. الطبيب حيعرف يقدر انه هي الكميه هي كافيه، ما في داعي لغيرها. طيب بعض السيدات بتلجأ انه مثلا اذا اطفالها بيحبوا الاكل مثل ما بنقول اكل السوق انه بتعمله بالبيت انه اخف وطئه، ولكن بيضل بعض الانواع هي مضره، وخصوصا الشغلات اللي بتنقلها كثير بالزيوت واللي بتتعرض لها كثير من التوابل، وهي ممكن تاثر مع الوقت على معده الطفل، تعمل له بعض القصص الحرقه وغيرها، بنشوفها باعمار صغيره كثير لطفل انه يتعرض لهيك شيء هو من اكل الكاتشب والحد والحامض وهي التفاصيل. خلينا نقول شو المسموح، شو الكميه المقبوله انه هي ممكن تعمل لهم شيء بقلب البيت، وشو الشيء العمر اللي ممكن يبلش ياكل فيه هيك شيء. الفكره انه دائما لازم نحن نعمل نعوض هذا الولد، لانه هو شايف السوق وشايف الاطفال باقي، نحن نعوضه بالبيت، يعني نحاول قد ما فينا نساوي كل شيء بايدنا، نعرف نحن الزيوت اللي عم نقليها اقل ما هنالك شو هي، مدى تكرارها، مدى نظافتها. بعمر يعني مو اقل من 7-8 سنين لنبلش حتى نعطيه هي. بتشوفي هلا صارت كثره امراض السكري عند الاطفال، امراض تشحم الكبد عند الاطفال، يعني هي ما كنا نسمعها ابدا، كله من الاكل الجاهز اللي عم يتكرر، ما عدا في يعني ما بدي احكي اسم الشعريه مثلا مع التوابل، مضره جدا، الزيوت المهدرجه اللي فيها كثير مضره. لهيك نحن نحاول نعوضه، يعني نساوي قد ما فينا بالبيت، نعرف كيف عم نقلي، نخفف حتى يعني هي الطفل لسه عجينه، فنحن ممكن نشكله مثل ما بدنا، نحاول نخفف له القلي. اجمالا نحن رجعنا لنقطه البدايه، الاهل كيف بيتصرفوا هو حيقلدهم. اهم عامل خطر بحياه الطفل هو السكر المكرر، نحاول نمنعه منعا باتا، نعوضه بالفواكه، يعني الطفل وقت يطلب اي اكل او نقرش الاطفال وهيك وسكريات وشوكولا وبسكوت، نحاول نحن هلا الدنيا صيف كثير في فواكه يعني مغريه بالنسبه للطفل، نقدم له اياها بطريقه حلوه بطريقه شكلها ظريف، ممكن تخلي الطفل يساعدك كان تحضير طبق الفواكه او الخضره حتى ليتعود انه هو يذوق. رغدة، دائما بنشوف الامهات بيسالوا عن طول وزن الطفل، هل هذا الشيء صح لحتى نعرف انه وزنه ممكن يكون هو وزن طبيعي يمكن خالي حتى من كثير من الامراض او المشاكل الصحيه؟ وفي بعض الامهات بيقولوا يمكن ابني حرك زياده لهيك ما بيشكل وزن، شو مدى صحه هذا الشيء؟ هلا نحن بدنا نستبعد اولا انه وجود امراض خصوصا هضميه او طفيليات وديدان وفطريات بمعده وامعاء الطفل، بدنا نشوف يا ترى طول الام والاب هن قد ايه لحتى نقيم انه هذا الطفل فعلا هو اقصر او اطول بكثير، هرموناته مضبوطه ولا لا، كثير امور نحن لازم نلاحظها لحتى نحدد انه هذا الطفل فعلا بدين او هزيل. النشاط البدني كثير مهم، لو نحيف الطفل لازم يكون عنده نشاط بدني، وخصوصي هلا ما في دراسه ما في، فالنشاطات كثير كبيره عندنا، ممكن ما عندي استعداد انا احطه بنادي او اي شيء، ممكن نخليه يلعب باي حديقه لحتى يتطور نموه اكثر واسرع. بالطول وبالوزن ان كان زياده او نقصان،
يشكل لي بنية عضلية للطفل حتى أنا يكون فعلا جسمه صحي آمن. موضوع البدانة عند الأطفال كتير منتشر، وإن الأسباب كتير من سكريات وزيوت مهدرجة، والهزالة ممكن تكون كمان بسبب سوء التغذية، الأكل ما له صحي أبدا، فلهيك بتلاقي في أطفال هزيلة، معودين إنه خلاص فاقوا طلبوا شوكولاتة، طلبوا بسكوت، طلبوا نعطيهم. ففي بدائل دائما، طلب هيك شيء نعطيه تمر، حتى البدين وقت أنا عم بعطيه شيء صحي وهو عنده نشاط فحيحرقه، ما له مثل البالغ الكبير. فدائما لازم يكون في عندي نشاط بدني لحتى أعرف هذا الطفل عم ينمو بشكل صحيح ولا لا. طيب قبل ما نختم، نصيحة مهمة تحبي توجهيها لكل الأمهات أو السيدات بالعموم اللي عندهم أطفال، أبرز نصيحة أو شيء نحن ما سألنا عنه ممكن يكون خاطر ببال حضرتك؟ دائما يعني نهيئ حالنا نفسيا قبل ما نجيب الطفل، إنه نحن حنجيب طفل لحتى نخليه بجسم صحي وعقل صحي. في كتير نحن من اللي حكيناه كله ممكن يأثر على تركيز الأطفال على دراستهم، لهيك نحن مراحل متسلسلة دائما بتكون لحتى ننشئ جيل جيد صحيا ونفسيا وعقليا. لازم يكون غذائه صحي، حياته صحية نمعمة، عنده نشاط بدني معين، تركيزه يعني نبعد عن المواد الحافظة، نبعد عن الزيوت المهدرجة والسكريات مثل ما حكينا. نحاول دائما نذكر الطفل بشرب المي، لأنه بينسى حاله الطفل من شرب المي، دائما بنذكره شرب مي. نخليه حتى البدين، الطفل البدين بيكون هو عطشان، فإجا تنبيه للدماغ، نحن هو ترجمه على أنه جوع، هو مجرد عطش. نبعد عن العصائر المصنعة الغير طبيعية، نحاول كل شيء نساويه بالبيت من عصائر ولا أكلات ولا حتى حلويات، نحاول الحلويات نحليه بشيء طبيعي مثل التمر أو الزبيب أو العسل أو الاستيفيا بدائل السكر. نحاول قد ما فينا نكون بنية، يعني نبني هذا الطفل بنية صحيحة لحتى يحسن يكمل بدون أمراض إن شاء الله. شكرا كثير لك رغدة ولا كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى يكون كثير من الامهات سمعونا واستفادوا كمان من هي النصائح. شكرا لك يا اهلا وسهلا.